هذا سائل يقول: هل الاجتماع بعد الجنازة، بعد دفن الجنازة عند أهل الميت، هل هو مخالف للسنة خاصة إذا كان من عادة أهل البلد؟ إيه نعم، لا ما في اجتماع، العزاء ما يجتمع له 3 أيام ويجتمعون ويعطلون العمل ما يجوز هذا. قال أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. لا يجوز هذا، هذه الاجتماعات وهذا. نعم.